بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الانتي كواجلانت دراجز، ده البارت 1 منها، ده الجزء الاولاني من المحاضره، وان شاء الله هيبقى فيها جزء تاني باذن الله. معاكم دكتوره نهى عباس، استاذ مساعد الفارما بكليه الطب جامعه الزقازيق. طبعا متقوتين ان انا بسيب رقم تليفون عشان اي حد عايز يتصل على الواتس، انا ما عنديش مشكله خالص. الباوربوينت دي انا وبقيه الستاف ممبرز عاملينهم، اللي بشكرهم طبعا على مشاركتهم ومساعدتهم ليا في الباوربوينت. الباوربوينت دي معموله لجريد 1 ميديكال ستودنت، لاني طبعا لو احنا هنديها للبوست هيبقى فيها زيادات اكتر من كده شويه، لكن ده الجزء الخاص بجريد 1 ميديكال ستودنت. دي الاي ال او اس، عارفين دايما ان انا بحب احط الاي ال او اس دي مرتين، مره في اول المحاضره لاني ده المفروض تعرفوها، الانتندد ليرنينج اوتكم، ومرة بنحطها تاني ان شاء الله في اخر سلايد عشان نشوف حققناها ولا ما حققناهاش. بسم الله الرحمن الرحيم. Blood coagulation. Blood coagulates due to conversion of soluble fibrinogen to insoluble fibrin by enzyme thrombin. Several circulating proteins interact in a cascading series of reactions leading to formation of thrombin which has a central role in homeostasis. الكلام الكبير ده بقى. طيب خلينا نقول حتة حتة ونرجع نشوف السلايد دي اتفهمت ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده البلاد ماشي اهو، لو تخيلنا ان ده بلاد فيسل، ادي البلاد ماشي اهو، مفيش اي فيه مشكله، ماشي بمنتهى السهوله في البرانش ده اهو، الفرع ده من البلاد فيسلز، من الوعاء الدموي ده. طيب تعالى هنا بقى الناحيه الثانيه، شوف البلاد بدا يلاقي حته مش سموث، حته مش ناعمه، حته مش طبيعيه، ده شكل الاثيروسكلروزيس، عارفين اللي هو تصلب الشرايين، اللي هو دهون بتدخل تحت الغشاء بتاع الشريان وتترسب وتعمل مشكله. اول ما يحصل فيه رفنس وتشينجز في السيرفيس، البليتلت اللي موجوده في الدم تحس ان في مشكله هنا، تقوم تجمع بعضها، شوفوا كانت ماشيه عادي متفرقه ازاي، تجمع بعضها وتقف هنا. هي ليه حست بالمشكله دي؟ اهي دي برضو رسمه تانية بتفهم لنا الثرومبس فورميشن، ده اللي احنا هنقوله. بصوا الرسمه اللي بعد كده دي، ده تير بقى، يعني ايه؟ ده اللي ربنا خلقه طبيعي بيحصل فينا كلنا، لو حد اتخبط او حد لا قدر الله مثلا صباعه اتشق مثلا بالسكينه او تعور، بيبتدي ينزف الاول وبعد كده النزف ده بيقف، ده فيسيولوجي بقى، النزف لان في حصل تير في البلاد فيسلز. طب النزف ده بيقف ازاي؟ ربنا خالق ميكانيزم فسيولوجيكالي بتحصل جوه جسمنا عشان توقف النزف ده، عشان ما تفضلش تنزف الى ما لا نهايه ايا كان حجم الجرح. طيب لما تيجي البليتلت اهي ماشيه، اهي برده في البلد وماشيه سموث، بص تلاقي كتير، يعني حته مقطوعه، بروكن بلاد فيسلز زي ما انت شايف كده، بلاد فيسلز وول، تقوم البليتلت تجمع بعضها اهي، شوفوا، ويحصل عليها شبكه من حاجه اسمها فايبرين. فايبرين دي يعني فايبرز، يعني الالياف معينه كده، فايبرين ده عباره عن فايبرز تتجمع مع البليتلت اهي، شوفوا عملت ايه، قافله بلاج، سده، سده للحته اللي كانت ايه مقطوعه، يقوم النزيف يقف. ولما خلاص النزيف يقف بيجي حاجات تانية تظبط شويه الفايبرين والبليتلت عشان تخليها على قد الحته دي بس، فهي لو اتثابت اكسيد او تمتد ممكن تعمل ثرومبس في حتت جنبها، لا، وربنا سبحانه وتعالى خالق حاجات جوه توقف الميكانيزم دي لما تقضي الغرض بتاعها، يعني التيرز تظبط، القطعه دي اتقفلت خلاص زي الفل، تشتغل الميكانيزمات الباقيه تظبط الثرومبس او الحته تجميعه البليتلت على قد الحته دي بس. طب امال ده ايه؟ ده نفس القصه برده، البليتلت وهي ماشيه بتحس ان في حاجه مش مظبوطه، سيرفس مش سموس، مش ده السيرفس اللي واخده عليه، فتتعامل معاه كان في تير، حاجه مش مظبوطه حصلت، تقوم البليتلت تتجمع وتبتدي تعمل لي نفس القصه، ادي البليتلت، ولان الثرومبس الجلطه، ثرومبس يعني الجلطه، مش بتتكون من البليتلت بس، ده بتتكون كمان من الفايبرين اللي احنا لسه قايلين، الشرايط الرفيعه دي، وبتتكون من بلاد سيلز تانية، ار بي سيز تيجي تتخنق بقى في الحته دي، ما هي شبكه، الفايبرين ده شبكه، وقفت الدنيا هنا. طيب احنا قلنا هو مكون من خلايا تانية كمان معاه، المهم يعمل الثرومبس دي ويقفل التير او الحتة اللي فيها دامج او الحتة اللي فيها قطع او فيها مشكلة، ولكن لو باثولوجيكال بقى، يعني حتة فيها اثيروسكلروزس، حتة التصلب الشرايين، حتة مش طبيعية في الشريان، يقوم حاصل هذا التجمع ويقفلها، وده باثولوجيكال، ده مش طبيعي. طيب
امال ايه ده بقى؟ انت في حقيقة الامر عشان الحتة دي تتقفل، او عشان الاثروسكلروتيك اريا او الحتة اللي بايظة يتجمع عليها البليتلت، الموضوع مش بس بالسهولة اللي انت متخيلها دي، ده في ثلاث حاجات بيشتركوا فيه، في ثلاث حاجات بيشتركوا فيه: البليتلت والفايبرين والكلوتينج فاكتورز. دي كلوتينج فاكتورز دي بروتينات فيها جزء كبير متصنع في الليفر، ربنا خلقها برضه عشان يبقى الكاسكيت طويل، السلسله اللي بتعمل كواجيليشن طويله، مش ما تحصلش بسهوله. عباره عن فاكتورز بتفضل تاكتيفيت بعضها، فاكتورز ده المفروض انه ماشي في الدم مش متاكتف، مش اكتف، مش شغال، لا محتاجه لما يحصل جلطه او يحصل تير او يحصل اي حاجه تخليني البليتلت تتجمع، يقوم استيميوليتد على طول ويبدا يشتغل. استيميوليتد بالكالسيوم وبالتيشو النكروزس، المواد اللي طلعت من التيشو، التكسير، المهم انت مالكش دعوه اكتيفيتد بيها، هتاخد الكلام ده في الفسيولوجي. المهم ان بيحصل له فيه اكتيفيشن، ويبتدي الفاكتورز ده بدل ما كان فاكتور ده سبعه، هم عارفين الحروف اللاتيني ده كده سبعه باللاتيني، بدل ما كان ان اكتف اصبح اكتف فورم، وده تسعه، ان كان ان اكتف بقى اكتف فورم، لما احط ايه جنبه يبقى اكتيفيتد اهو خلاص بقى اكتيفيتد، و10 اكتف فورم، اتنين بقى اتنين اكتف، وواحد بقى واحد اكتف. طيب كل واحد له اسم على فكرة، لكن اللي يهمني جدا انك تعرف اسمهم البروثرومبين اللي هو فاكتور 2، ولما بيبقى اكتيفيتد برو، احنا اتخذنا كلمة برو دي بادئة معناها قبل، عندي برو انسولين، عندي برو حاجات كتير جدا، فالبروثرومبين لما يتاكتف بقى اسمه ثرومبين، شلت الحتة اللي فيها برو دي وبقى اسمه ثرومبين، وده بقى الاكتف فورم اوف فاكتور 2 اتنين. طيب فاكتور 2 زي الكاسكيد ما هو ماشي اهو، اكتيفيت فاكتور 1 اللي هو الفايبرينوجين، يتحول الى فايبرين اكتيف اللي هو 1 اكتيف ده، والفايبرين ده هو اللي بيعمل لي الشبكه بقى مع البليتلت مع الصفائح الدمويه. طيب امال ايه الرسمه دي؟ عندك مصطلحين اتنين مهمين جدا وان شاء الله لازم تكون عارفهم، ثرومبس وامبوليزم. ايه الفرق ما بين الثرومبس وما بين الامبوليزم؟ ادي الدم اهو، ده طالما فيه فالفز كده يبقى صمامات كده، يبقى ده فين، ده فين شريان، وريد، اسف وريد اهو، بصوا ده كده الفالف اهو، الدم ماشي سموث مفيش مشكله. لسبب ما، اي بوظان في الشريان، اي مشكله في البني ادمين دول، ممكن تكون المشكله على فكره في البليتلت نفسها، لها تندنسي قابليه انها تمسك في بعضها، او في الكلوتنج فاكتورز اللي هما واحد وثلاثة وسبعة والكلام اللي احنا عمالين نقوله ده، بيبقى احيانا في جينيتك ديفكت، في مشكلة في الجين تخليهم استيميوليتد لوحدهم. كل دي عوامل، كل دي فاكتورز ممكن تخلي يحصل ثرومبوزس. ايا كان، لو اتجمعت البليتلت والفايبرين، الصفائح الدموية والفايبرين ده، ووقف في حتة واحدة في المكان اللي اتكون فيه، دي اسمها ثرومبس. اسمها ايه؟ ثرومبس. طيب اتكسر منه حتة ومشيت راحت في حتة تانية بقى اسمها امبوليزم. يبقى اللي واقفة في مكانها دي اسمها ثرومبس، دي ثرومبس اهي اللي في المكان اللي اتكونت فيه، دي تاتشد اتكسرت ومشيت راحت حتة تانية، خلاص كده في الحالة دي بقت اسمها امبوليزم مش ثرومبس. هي نفس الفكرة، وهي نفس التكوين، وهي نفس الخلايا، وهي نفس الباثولوجي اللي هتعمله، لو قفلت شريان هتعمل لي مشكلة، لو قفلت وريد هتعمل لي مشكلة، هو كل حاجه زي بعضها بالظبط، ما عدا ان الثرومبس هو تكوينها في السايت بتاع الليجن، اما الامبوليز دي سافرت لحته تانية. طيب ايه الرسمه دي؟ يبقى انا قلت دلوقتي في ثلاث حاجات مهمين متحكمين في حدوث الكواجيليشن، اللي هو التجلط، اللي هو الكواجيليشن يعني ايه؟ يعني تكوين الثرومبس يعني، او الكلوتينج. في ثلاثة فاكتورز مهمين جدا اللي هما ايه؟ اول حاجة البليتلت، في حد عنده اعتراض؟ مش خدناش بالنا من دور البليتلت في تجمعها وقفلتها الجزء اللي فيه ليجن. طيب تاني حاجة الفايبرينز، اهي الشرايط الزرقاء دي، اهي الفايبرين اللي هو فاكتور ايه؟ فاكتور 1 لما حصل له اكتيفيشن كان اسمه فايبرينوجين وتحول لفايبرين، وكان حصل له اكتيفيشن بايه؟ بالثرومبين اللي هو فاكتور 2 اللي كان اسمه بروثرومبين واصبح اسمه ثرومبين. يبقى 2 اكتيفيت 1 حول الفايبرينوجين لفايبرين، ده الاكتيف فورم بتاع فاكتور 1،
دي عبارة عن شرايط جت على البليتلت وعملت ايه، شبكة، شبكة مع البليتلت والار بي سيز والخلايا بتاعة الدم، تبقى شبكة قوية جدا تقوم قافلة سدة الحتة اللي انت عايز تسدها. ده اللي هو لو فيه قطع، اللي هو الجسم ده الطبيعي اللي ربنا خلقه. وحصل ازاي ان الثرومبين، البروثرومبين اتحول لثرومبين والفايبرينوجين اتحول لفايبرين وعمل الشرايط دي اكتف، قدرت تمسك على مكان في البليتلت وتربطهم في بعض؟ حصل بالكواجيوليشن فاكتورز اللي عندي اهو، زي ما اتفقنا ادي كواجيوليشن فاكتور، يبقى البليتلت والفايبرين الكواجيوليشن فاكتور هي اصلا اللي في الاخر طلعت لي الفايبرين. طيب يبقى معنى كده ان في ثلاث حاجات مهمين جدا اقدر اتحكم فيهم في حدوث هذا التجلط او الثرومبوز. رقم واحد البليتلت، وعندنا الانتي بليتلت دراج اللي بتمنع البليتلت اجريجيشن. طيب رقم اتنين الكواجيوليشن فاكتورز اللي هي دي، اللي هي البروتينات اللي احنا قلنا ماشيه في الدم اللي فيها 7 و9 و10 و12، هم لحد دلوقتي اللي عارفينهم 13، هل في اكتر من كده؟ الله اعلم. الكواجيوليشن فاكتور، وبالتالي اخش عليها بقى بالانتي كواجيولانت اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله النهارده، اللي هي حاجات اللي بتمنع الاكشن بتاعتهم او تمنع شغلهم، سواء كانت تمنع الاكشن بتاعهم او تمنع تصنيعهم اصلا. وتالت حاجه ااثر بيها بقى على الكواجيوليشن هو الفايبرين. ازاي؟ عملوا حاجه اسمها فايبرينوليتيك، هتاخدوها برضو او مش عارفه خدتوها ولا لا، على حسب ترتيب المحاضرات. الفايبرينوليتيك من اسمها كده، ليتيك قلنا يعني بيكسر الفايبرين، يعني يجي الفايبرين اللي على البليتلت اللي على اللي قصدي الجلطه او الكروت او الثرومبس يقوم مكسره. لو هي في البدايه كانت لست خفيفه ما اتجمعتش قوي وعدى عليها زمن كتير وبقت هارد، ممكن يكسرها ويفرغ الثرومبس. تسمع عنها على فكره كتير جدا في العينين اللي هم لا قدر الله، لو سمعت عن حد جاله جلطه في القلب قال لك خد حقن يدوبها، يدوب الجلطه، هو ده الفايبرينوليتيك دراجز. طيب دي رسمه تانية هي بتوضح اهو، ده الفسيولوجي الطبيعي اللي بيحصل فينا بقى لو انت حتى لا قدر الله اتجرحت اهو، تيجي البليتلت تتجمع والكواجيوليشن فاكتور شغال هو كمان وبيساعد البليتلت على التجمع، وبعد كده يجي الفايبرين في الاخر يقف ويقوم سادد الكلوت دي. الفايبرين ده جه منين؟ الكلوتنج فاكتورز كلها اللي بدات من الدم برضو، كل الكلوتنج فاكتورز هتشتغل وتحول البروثرومبين الى ثرومبين، ده فاكتور 2 ان اكتف الى 2 اكتف، وبعد كده يحول فاكتور 1 فايبرينوجين اللي هو كان سوليابل، سوليابل يعني ماشي في الدم ما عندوش مشكله، بقى ان سوليابل بقى شرايط، وفي الاول كان سوليابل ماشي في الدم ما فيش اي شرايط ولا حاجه، شرايط خفيفه كده وما بتلزقش في حاجه، يتحول بقى لشرايط شبكه اهي يمسك في بعضه ويبقى ان سوليابل عشان يعمل لي الايه الفايبرين الكلوت دي او الثرومبس، ويقوم قافل خالص ان يحصل تير او يحصل عندي اي مشكله. طيب دي رسمه تانية برضو توضيحيه لهذه القصه، ادي الايه فيها طبعا الاف من الرسومات، ادي البليتلت اهو ودي الفايبرين، يبقى عندي ثلاث حاجات بتحصل لما يحصل اثيروسكليروز سواء كان باثولوجيكال او لما تنزف لا قدر الله لو كان فيسيولوجيكال. ايه اللي بيحصل عشان يتقفل الجلطه دي؟ تيجي البليتلت يحصل لها اكتيفيشن وتقوم جايه على المكان تلزق في بعضها، وبعدين الكلوتنج فاكتورز اللي ماشيه في الدم اللي هي بروتينات ماشيه في الدم تبتدي تشغل بعضها وتوصل لحد الفايبرين، وتحول فايبرين الى بدل ما كان انسوليابل الى بدل ما كان سوليابل لانسوليابل، ويقوم عامل لي الشبكه وتقفل الايه الحته. طيب دي رسمه بتوضح الاكشنز، عايز اقول لك منها ايه، في عندي اتنين كاسكيد كده، ده اللي بيحصل بقى في الاكتيفيشن والكواجيوليشن فاكتور. الكواجيوليشن فاكتور زي البروتينات اللي ماشيه في الدم اللي بتقعد تاكتف بعضها دي عشان تديني في الاخر الفايبرين، بتمشي بالظبط بالشكل ده، حاجه اسمها اكسترنسك باسوي ده بيبدا من عند التشو، وفي حاجه اسمها انترنسك باسوي ده بيبدا من الدم. اكسترنسك باسوي وانترنسك باسوي ده بيشتغل في بعض الفاكتورز، مش احنا قلنا هما تقريبا 13 لحد دلوقتي، وده في فاكتورز تانية بتاكتيفيتد بيه. التشو يأكتيفيت فاكتور 7 و7 يأكتيف 10، والباسوي ده برضو شغال في 5، مش مشكلة انا اصلا مش عايزة ادول هقولك بعدين. يبقى اهم حاجة ان التشو فاكتور ده 7 يأكتيفيت 10، اكس دي اللي هي 10 باللاتيني. طيب والانترنسك باسوي ياكتيفيت 12 و12 اكتيفيت 11 و11 اكتيفيت 9، خلي بالك انا سكيب ده 10 اهو، و9 اكتيفيت 8 و8 اكتيفيت 10. طيب و10 بقى هو اللي هيعمل ايه؟ هو اللي هياكتيف الايه فاكتور 2 اللي هو البروثرومبين، يحوله للثرومبين،
والثرومبين اكتر اللي هو اكتف فاكتور 2 هي اكتيفيت فاكتور 1 اللي هو الفايبرينوجين، يحوله الى فايبرين ان سوليابل اكتيفيتد فايبرين. ماشي. طيب خلي بالك ان الباسوي ده اللي فيه 7 بيتقاس بحاجه في الفسيولوجي هتاخدها او خدتها اسمها البروثرومبين تايم، والفاكتور التاني بتاع الانترنسك باسوي اللي فيه 9 و10 بيتقاس بالبارشال ثرومبوبلاستين تايم اللي بنسميه بي تي تي، اما ده بنسميه بي تي. طيب اهم حاجه بقى لو انا عايزه امنع الكواجوليشن اللي هو الانتي كواجولانت بقى، اللي هو انا اشتغل على الكلوتنج فاكتور، واحنا اتفقنا ان انا عندي انتي بليتلت اللي هتشتغل على الحته بتاعت البليتلت، فايبرينوليتك اللي هيشتغل على الحته بتاعت الفايبرين ويكسره. طب امال مين اللي هيشتغل على الفرع الثالث او الدراع الثالث في الكواجوليشن باسوي اللي هو الايه؟ كواجوليشن فاكتور. بنسميها انتي كواجولانت، بنسميها انتي كواجولانت. طب انا لو عملت انتي كواجولانت بيشتغل على 7 بس، يبقى انا كده حققت الانتي كواجوليشن؟ لا، ما هو في الباسوي تاني شغال واكتيفيت 10. طب انا لو شغلت، لو جبت انتي كواجولانت شغال على 12 بس او حتى 8 بس، يبقى انا كده حققت الانتي كواجولانت؟ لا، انت عندك 7 شغال وهي اكتيفيت 10. لكن امتى اعمل انتي كواجولانت مؤثر وقوي ويشتغل حلو؟ لو انا اشتغلت على الباسوي ده، اللي هما الثلاثة المهمين جدا 10 و2 اللي هو الثرومبين الاكتف بقى فورم، مش الان اكتف، الان اكتف ده ماليش دعوه بيه، يبقى 10 الاكتف فورم من 10 والثرومبين وليس البروثرومبين، الثرومبين والفايبرين. طيب يبقى انا دلوقتي اي حاجه هتكلم عليها كانتي كواجولانت يهمني جدا 10 و2. طب امال واحد؟ لا. ليه؟ لحد دلوقتي وجدوا ان الشغل على واحد بيعمل لي سايد افكتس كتيره جدا، نزيف كتير، لانه مش سبيسيفيك قوي. قد يطلع في المستقبل حاجه تشتغل عليه، لكن لحد دلوقتي الانهيبيشن عليه ممكن يعمل لي بليدنج سيفير، سيفير بليدنج، بليدنج يعني نزف. زي ما بنتفق كده ان في كلمات معينه بنبتدي نقولها ونمشي عليها طول ما احنا ماشيين في المحاضره، كل هذه المجموعه سواء كانت الانتي بليتلت او الانتي كواجولانت اللي احنا بنتكلم عليها او الفايبرينوليتك، اول ادفيرس افكت ليها واخطر ادفيرس افكت ليها هو بليدنج، لانها هتمنع تكوين التجلط، فبالتالي ممكن لا قدر الله العيان ده يبقى معرض للنزف في اي وقت. يبقى وانت مغمض كده اول ادفيرس افكت في هذه المجموعه كلها بليدنج. طيب يبقى عرفت ان انا اهم حاجه عندي ايه؟ اقفل اللي بنسميها الكومن باسوي، الكومن باسوي. تعالى بقى نشوف السلايد التانية اللي كانت في الاول دي. بلاد كواجوليتس يعني بيتجلط ديو تو كونفرجن اوف سوليبل فايبرينوجين. فاكر فايبرينوجين ده اللي هو كان فاكتور ايه؟ صح، فاكتور 1، برافو عليك. كان هو سوليبل فايبرينوجين ماشي في الدم، بعد كده بيتحول لان سوليبل فايبرين، الشرايط بيتحول ازاي؟ بالثرومبين. صح، الثرومبين ده اللي هو كان ايه؟ اكتيفيتد فاكتور 2. اكسلنت. سيفرال سيركيوليتنج بروتينز اللي هي كانت ايه؟ سيفرال سيركيوليتنج بروتينز دي، ايوه الكلوتنج فاكتورز اللي هما 1 و7 و2 و3 و4، كل دول interact in a cascading series. ايوه interact in cascading series، فعلا واحد بياكتيفيت الثاني، بياكتيفيت الثالث، بياكتيفيت الرابع، وهكذا. reaction leading to formation of thrombin which has central role in homeostasis. هل انت الكلام ده معترض عليه في حاجه؟ اكتيفيت الثرومبين اللي هو فاكتور 2 اللي هو central role في الهوميوستاسيس، حجر اساسي اللي هو ده، اللي هو عشان اعمل انهيبيشن بقى للكواجوليشن اشتغل على دول وليس الفروع الايه الفرعيه. ممكن اشتغل على فرعين يعني اخد من هنا ومن هنا، لكن دول اهم حاجه في الايه؟ في الانتي كواجولانت باسوي. طيب لسه كنت وانا بتكلم بقول لك عشان اعمل انتي كواجولانت بقى، انتي كواجولانت انا بتكلم بقى على الكواجوليشن فاكتورز اللي هي البروتينز اللي من 1 ل 13 دول، ممكن امنع الاكشن بتاعهم، الفانكشن بتاعهم، ممكن امنع انهم يشتغلوا، او ممكن امنع التصنيع ما يتصنعوش اصلا. دول الطريقتين اللي بيستخدموهم لحد دلوقتي الادويه الموجوده انتي كواجولانت، امنع الاكشن بتاعهم، امنع تشغيلهم، او امنع تصنيعهم. طيب هناخد الفرع الاولاني اللي هو انهبت الاكشن، انهبت ان هم يشتغلوا مش السنسز، التصنيع او السنسز ده هنخليه المحاضره الجايه ان شاء الله. ده بقى انا باخده بمنع الاكشن، بمنع انهم يشتغلوا اساسا،
عندي طريقتين، ثرومبين انهيبيتورز او انتي ثرومبين وثرومبين لايك زي الانكورد ده. طيب يعني ايه الفرق؟ واضح. ثرومبين انهيبيتور يعني بيمنعوا الاكشن بتاع الثرومبين، الثرومبين اللي هو كان فاكتور ايه، فاكتور 2 اكتيفيتد. ايوه صح، خليكم مصحصحين كده. يبقى دول بيمنعوا الاكشن بتاع الثرومبين اللي هو فاكتور 2 اكتيفيتد. امال ايه ثرومبين لايك؟ شبه الثرومبين لكن مش ثرومبين، فبالتالي لما بيتاخد بيعمل لي ابنورمال فايبرين، فايبرين مش طبيعي، ما يعملش تجلط اصلا. يبقى فايبرين لايك هو شكل الفايبرين، بضحك على الثرومبين لايك هو شكل الثرومبين، انا بضحك على الفايبرينوجين باكتفه بحاجه مش هي، فبيطلع لي فايبرين مش هو، ما يعمليش الجلطه. ده الثرومبين لايك او انتي ثرومبين، ودول الاكثر استخداما والشائعين في الاستخدام عندنا في ادويه كتير. طيب دي التقسيمه تاني بتاعت الانتي كواجولانت دراج، يا اما همنع الاكشن يا اما همنع السنسز التصنيع. تصنيع السنسز اللي هي زي الفيتامين كي انتاجونست زي الوارفرين اللي احنا هنقوله المره الجايه ان شاء الله، بس انت سمعت عنه كتير جدا في الحاجات اللي قبل كده. سمعت ان هو لو ثيرابيوتيك اندكس دراج، سمعت ان الدراج انهيبيشن الانزيم انهيبيشن هيعمل معاه مشكله، سمعنا عنه، يعني انت مش هتحس انه غريب عليك. الباسوي التاني بقى اللي هو بمنع الاكشن بتاع الكواجيريشن فاكتور، حاجه من الاثنين، ثرومبين انهيبيتورز او الانتي ثرومبين، وثرومبين لايك. يعني ايه ثرومبين لايك؟ يعني حاجه مش طبيعيه، شكل الثرومبين اكتيفيت فايبرين مش طبيعي تقوم تخلي الجلطه ما تحصلش. دي حاجه كده نوت تبقى عارفها، واكيد ان شاء الله خدتوها في الفسيولوجي وتاخدوها في البايو كمان. الفيفو الفيترو انتوكاجين، يعني فيترو يعني ايه فيفو؟ فيفو يعني جوه الجسم، فيترو يعني بره. طب وانا بحتاج دم بره؟ اه، العينات اللي بتتسحب دي، لما لا قدر الله حد فيكم كان عمل عينه دم لاي سبب، المفروض ان العينه في حاجات بفحص فيها البلازما بعد ما الدم يتجلط، وفي حاجات بفحص فيها الدم نفسه من غير ما الدم يتجلط، فانا مش عايزاه يتجلط. فالحاجات اللي ان فيترو اللي هي بتنترفير مع الايونايزد كالسيوم، الكالسيوم خطوه مهمه جدا في الكواجريشن. لو رجعنا للكواجريشن كاسكيد اللي قبل كده هنلاقي الكالسيوم فيه داخل في خطوات كتيره جدا، فهو بينترفير مع الكالسيوم عشان ما يحصلش تجلط. باي بيرسيبيتيشن، بيرسيبيتيت الكالسيوم زي الصوديوم والبوتاسيوم اوكزاليت ده في التست تيوب في البلاد سامبل، او باي دي ايونايزيشن كومبايند مع الايونايزد كالسيوم، كومبايند مع الايونايزد كالسيوم وزود بيرسيبيتيشن، مش عن طريق الترسيب ده، عن طريق دي ايونايزيشن. ده زي الصوديوم والبوتاسيوم سيتريت او الصوديوم اديتا، وده بيستخدم فين؟ في البلاد سامبل والبلاد بانكس، في بنوك الدم. انت عارفين بنوك الدم دي عباره عن ايه؟ ناخد دم اللي هو عارفين نقل الدم، اللي هو ناس كتير اتبرعت بالدم. طب انا عشان احتفظ بالدم اللي انت بتبرع بيه ده مش عايزاه يتجلط، انا عايزه لما اديه لحد يبقى دم كويس. ففي البلاد بانكس اللي بتحوش بيها الدم اللي انت مبرع بيه، او في البلاد سامبلنج لما ناخد منك عينه ومش عايزه افحص البلازما، انا عايزه افحص الدم كله. ما علينا، دي الحاجات بتستخدم ان فيترو، وفيترو يعني بره الجسم، فيفو يعني جوه الجسم. طيب دول اللي يهمني بقى دراجز بقى. ثرومبين انهيبيتورز، عشان ما تتوهش مني انا دلوقتي بتكلم على حاجتين، الانتي كواجلانت اللي هي البروتينات اللي ماشيه في الدم، يا همنع تصنيعها يا همنع الاكشن. قلنا الاكشن مش قصتنا المره دي، ان شاء الله المره الجايه. طب انا بمنع دلوقتي ايه؟ بمنع الاكشن بتاعها، وعشان امنع الاكشن كل شغلي متركز على الثرومبين اللي هو السنترال باسوي اللي هو اهم واحد، هو فاكتور 2. فيا هعمل ثرومبين انهيبيتورز يمنعوا الاكشن بتاعه، او ثرومبين لايك يضحكوا على الفايبرينوجين ويعملوا حاجه مختلفه. انا خلاص سبت الثرومبين لايك وماسك الفرع التاني اللي هو الثرومبين انهيبيتورز، ودول حاجتين ان دايركت ودايركت، وهنفهم ان شاء الله ليه. indirect زي حاجه اسمها هاي ولو مولوكيولار ويت هيبارين، اكيد سمعنا الهيبارين ده كلنا، دي حاجه شهيره جدا، هاي ولو مولوكيولار ويت هيبارين، وزي الفوندابرينوكس، دول الاندايركت. والدايركت ثرومبين انهيبيتور فيها بارنترال وفيها اورال، هنقولهم ان شاء الله. طيب ايه الرسمه دي؟ الرسمه دي مهمه جدا جدا جدا، يعني الجزء الاولاني ده مهم عشان تفهم الموضوع. ده النص التاني بقى، ده الحته اللي المفروض تفهمها عشان تفهم بقيه الموضوع، لان ربنا سبحانه وتعالى حكيم وخلق الانسان في احسن صوره. زي ما في سيستم لو انت لا قدر الله صباعك اتقطع او اتخبطت او حصل نزف لاي حاجه يشتغل عشان يوقف النزيف، في قصاده سيستم تاني بيشتغل معاه في نفس اللحظه عشان يوقف التجلط زيادة عن اللزوم،
عشان اقول لك جلطة، خليكي على قد الحتة دي بس ما تمديش، عشان اقول انها تحصل في مكانها، ما تروحش الحتة اللي جنبها او تعمل لي حاجات اكتر. زي ايه؟ في حاجة اسمها بروتين اس، وفي حاجة اسمها بروتين سي، واللي يهمني بقى قوي حاجة اسمها انتي ثرومبين. انتي ثرومبين، وفي فايبرين وليتك على فكرة عندنا في الدم بيكسر الفايبرين، بس ماليش دعوة دلوقتي، مش عايزة اخبطك. يبقى دلوقتي انا بقول ربنا سبحانه وتعالى خالق سيستم جوه الجسم يمنع التجلط لوحده، واذا حصل لا قدر الله جلطة هو بيظبطها يخليها في مكانها، لا تزيد ولا تقل. لو حصل نزف في جرح يخلي الكلوت اللي هتحصل على قد المكان، لا يزيد ولا يقل. طيب ايه بقى الانتي ثرومبين ده؟ ده عشان يبقى الثرومبين على قد الحتة اللي انا محتاجها بس في الفسيولوجي، فسيولوجيكال، في التير اللي حصل، في الدامج اللي حصل، الانتي ثرومبين ده يقوم يجي يعمل انهبيشن على الثرومبين، يمسك فيه، شوفوا عند انهبيشن اهو، يمسك فيه ويعمل انهبيشن للاكشن بتاعه، مشتغلش. طب امال ايه ده؟ ده رسم اوضح شويه. لان في حقيقه الامر الانتي ثرومبين ده اللي ربنا خلقه طبيعي جوه الجسم مش بس بيشتغل على فاكتور 2، ده عشان كده هو بس سموه انتي ثرومبين، عشان الثرومبين ده اهم واحد في الكاسكيد، لكن هو كمان انهبت فاكتور 10، هو كمان انهبت فاكتور 9، هو كمان انهبت فاكتور 7، لكن شوفوا اهم 2 هما دول، فاكتور 10 وفاكتور 2. فاكتور 10 ده اللي كان ايه اول حاجه خالص في الكاسكيد بتاع الكواجيليشن، الكومن بقى، الكومن باسوي اللي هو الاهم، وفاكتور 2 اللي هو الاهم خطوه، السنترال ميكانيزم اللي ما بين فاكتور 1 الفايبرين وما بين فاكتور 10 اللي هو بدايه الكومن باسوي. يعني معنى كده ان الاندوجينوس انتي ثرومبين ده اللي ربنا خلقه في الجسم ده مهم جدا، انا اقدر العب عليه عشان اعمل انتي كواجلانت افكت. عايزه اقول لك حاجه عشان ما تتلخبطش، الانتي ثرومبين اللي موجود في الدم ده اسمه اصلا انتي ثرومبين 3، اسمه انتي ثرومبين 3، فده ما يوجهكش ان هو بيشتغل ناحيه فاكتور 3 بس، لا ده زي الرسمه اللي احنا قلناها ان هو بيشتغل اجينست فاكتور 2 و7 و9 و10، بيشتغل اجينست، شوف فاكتورز كتيره جدا بس اهمهم 2 و10 زي ما قلنا. فهو اسمه في الدم انتي ثرومبين 3، لكن هو بيشتغل اجينست كل الفاكتور دي ومينلي اجينست 10 و2. سبب التسميه ايه؟ معرفش، يمكن اول ما اكتشفوه اكتشفوا الانهبيشن بتاع الفاكتور 3، بس هو اسمه انتي ثرومبين 3، فما تتلخبطش ابدا لو لقيته انتي ثرومبين 3، لكن انت تبقى عارف ان الاكشن بتاعه اجينست كل هذه الكواجيليشن فاكتور ومينلي اجينست الفاكتور 10 وفاكتور 2. وعشان كده فاكرين الرسمه دي اللي هي الثرومبين انهبيتورز اللي هي الادويه اللي هنبتدي نتكلم عليها، فيها شقين اندايركت ودايركت. يعني ايه بقى اندايركت ثرومبين انهبيشن؟ دول بيشتغلوا عن طريق الانتي ثرومبين اللي ربنا خلقه في الدم، وهو اندايركت فعلا، هما هيحفزوا الانتي ثرومبين اللي ربنا خلقه، يقوم الانتي ثرومبين هو اللي رايح للثرومبين ويشتغل عليه. طب امال دايركت؟ لا، دول على طول يروحوا للثرومبين اللي هو 2 ويشتغلوا عليه دون الرجوع للانتي ثرومبين اللي موجود في الدم. تاني، يبقى انا عندي ربنا خالق انتي ثرومبين موجود في الدم، هو بيعمل ان اكتيفيشن للكلوتنج فاكتور عشان يظبط الكلوت، يفضل في اكليبريم ما بين الثرومبوز، بنسميها الهيموستيزيس اللي هو ما بين الثرومبوزس وما بين البليدنج، في بالانس. فاكتورز كتيره جدا اهمها الانتي ثرومبين ده، بيمنع انهبيشن للكلوتنج فاكتور، واهم انهبيشن على فاكتور 10 وعلى فاكتور 2. لو اشتغلت الادويه عن طريق تحفيز الانتي ثرومبين بسميها اندايركت، ولو جت الادويه واشتغلت على طول على الثرومبين اللي هو الفاكتور 2 بسميها دايركت. طيب لو نفتكر كده هو الدراع الاولاني اهي السلايد اللي قبل دي، الاندايركت بقى اللي هتشتغل عن طريق الانتي ثرومبين هما مجموعتين، اللو والهاي مولوكيولار ويت هيبارين والفوندابارينوكس، وهنبتدي فعلا نتكلم عن اول واحد فيهم خالص اللي هو الهيبارين. احنا قلنا فيه لو مولوكيولار ويت وفي هاي مولوكيولار ويت، احنا بدايه الكلام هنتكلم عن الهاي مولوكيولار ويت هيبارين. جاي منين الهيبارين ده؟
انيمال اورجن. ماكرو مولكيولز هو جزء كبير كومبلكس مع الهستامين. على فكره لما اخذنا الهستامين في المحاضره في الموديول الثاني في الترم اللي فات، قلنا ان الهستامين بيبقى متخزن في الماستسل في مع حاجات منها الهيبارين. هو فعلا احنا طلعناه من الانيمال وموجود في خلايا الهيومن برضو، بس اللي احنا استخدمناه جاي من انيمال اوشن. في بعض الخلايا زي الماستسل والبيزوفيل الهستامين بيبقى متخزن فيها كومبلكس مع الهيبارين، زي في اللونج في الرئه والليفر الكدني، الليفر اسفل الكبد وفي الانتستين. طيب كوميرشال بريباريشن ار دريفت فروم بوفاين لونج اند بروكاين انتستينال لونج، اهو يا بتيجي من الخنازير يا بتيجي من الابقار والحاجات دي، بوفاين او بروكاين. الكيمستري بتاعه الكيمياء بتاعه الهيبارين سلفيتد ميوكو بولي ساكرايدز هاي مولوكيولار ويت، ده اللي يهمني بقى ان هو من 8000 ل 30000 او من 8000 ل 30000. ليه بقى؟ عشان هيطلعوا منه جزيء تاني لو مولوكيولار ويت هيبقى اقل من ال 8000 دول او ال 8000. طيب سترونج اسيدك دراج نيجاتيفلي تشارجد، طيب هل الكلام ده مهم؟ اه مهم. عشان ايه؟ علشان النيجاتيف تشارج ده هي اللي بتوجهه يمسك مع البوزيتيفلي تشارج بروتينز اللي هي كواجريشن فاكتور في الدم، والاسيديتي بتاعته هتفيدني برضو لما اجي اتخلص منه وادي الانتي دوت بتاعه، هنقولها في الاخر ان شاء الله. كون ان هو اسيدك دراج انا عشان اتخلص منه اديله ايه؟ برافو، الكالاين دراج زي ما كنا بنتفق في الاول، يوم يلزق فيه ويمنع الاكشن بتاعه. طيب الكاينيتكس بتاعته اهم حاجه تبقى عارفها في الكاينيتكس ان الدواء ده بالحقن مفيش منه اورال خالص، بيتكسر لو خد اورال بيتكسر، نوت ابزوربت اورال، بيتاخد انترافينوس او سبكوتينيوس. انترافينوس لو اديته انترافينوس هيديني ايميديت انتي كواجولانت افكت، يعني انا لو عيان عندي في ايمرجنسي العيان انا محتاجه اخش حالا يبقى دي انترافينوس هيشتغل في ساعتها، لكن لو اديته سبكوتينيوس هيشتغل بعد ساعه او ساعتين، في خلال ساعة لساعتين، ممكن قبل ساعة بس يعني في الخلال ده، ما تتخيلش انه هشتغل على طول immediate. على ويمتص انا تمتص من السايب كوتينيا السايت لحد ما يوصل للدم، لان السايت اوف اكشن بتاعه الدم، مش على coagulation factor اللي في الدم. فبالتالي هو not absorbed oral بيتاخد subcutaneous او intravenous، لو اتاخد intravenous بيديني immediate effect anticoagulant effect بيشتغل في ساعتها، لو اتاخد subcutaneous بيديلي الاكشن بتاعه شوية على ما يشتغل. طيب احنا متفقين ان اي دواء بنمسكه لما ابتدي اتكلم، احنا هنا اتكلمنا عن الكيمستري بتاعته وقلنا سترونج اسيدك و لارج مولوكيولار ويت وميوكو بولي ساكارايد وبوزيتيف تشارجد، ده الكيمستري. اي دواء بنمسكه بعد كده بنتكلم عن الكاينيتيك ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن، قلنا الابزوربشن نوت ابزوربت اورال. الديستريبيوشن بقى ديستريبيوتد انترافاسكولار سمول فوليوم ديستريبيوشن، دي مهمه قوي. فاكرين الديستريبيوشن لما كنا بنقوله في الجنرال في المديول الثاني سمول فوليوم ديستريبيوشن يعني اكثره موجود فين؟ في الدم. طب ده حلو ولا وحش؟ كان بيبقى احيانا وحش في الادويه اللي انا عاوزاها توصل للتشو، لكن ده دواء شغال فين؟ في الدم، انتي كواجولانت للكواجريشن فاكتور اللي ماشيه في الدم، يبقى بالعكس ده حلو قوي، ده 100 فل و10 بيشتغل في مكانه، هو بيتحرك في الدم بعيد عن التشو، وده اللي انا عاوزاه، عايزاه يتحرك في الدم لان الكواجريشن فاكتور اللي عاملاها ان هي باشا موجوده في الدم. يبقى ديستريبيوتد انتراسيلولار سمول فوليوم اوف ديستريبيوشن هنا ميزه، هايلي باوندد للبلازما بروتين. خلي بالك هايلي باوندد للبلازما بروتين ده اللي مخليه سمول فوليوم اوف ديستريبيوشن. فاكر ان كل ما الدواء كان البلازما بروتين باوند بتاعه عالي كل ما كان الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه قليل، ماشي الكلام ماشي مع بعضه. ولان هو البلازما بروتين باوند بتاعه عالي والفوليوم انستروشن بتاعه قليل، ودي ميزه بقى ورحمه من ربنا، ما بيعديش البلاسينتا، ما بيعديش للاسف ما بيعديش البلاسينتا، ما بيعديش البلاد برين بارير، ما بيوصلش للمخ، نوت اكسكريتد ان ميلك، نوت اكسكريتد ان ميلك. دي ثلاث مميزات. عشان كده كلينيكالي بقى العيانه اللي لاي سبب بتاخد ادويه تانية لما بتبقى حامل بقوم انا شفت على الهيبارين على طول، لاني خلاص او لو بترضع برضو يبقى انا خلاص متاكده انه مش هيعدي اللبن نوت اكسكريتد في الميلك،
مش هيعدي البلاسنتا، مش هيعمل لي مشكله على البيبي، وما بيعديش خلاص كمان البلاد برين باريا لان هو هايلي باوند للبلازما بروتين لارج مولكيول ديستريبيوتد انترافيلر. وقلنا كل الحاجات دي كويسه جدا لان انا عاوزاها في الدم، دي حاجات بتخدم الاكشن بتاعه. الان اكتيفيشن بتاعه في الليفر والتشو بالهيبرينيز انزيم، ده الميتابوليزم، والاكسكريشن ان يورين 80% ان اكتيف يورو هيبرين اند 20% اس ساتش، يعني هيبرين ما بيتغيرش. ماشي، الميكانيزم اوف اكشن بقى في غايه الاهميه. انا من غير ما ابص على الرسمه خلاص انا عارفه الميكانيزم اوف اكشن. احنا اتكلمنا ان الانتي كوجلانت يمنع الفانكشن، يمنع السنسز، وقلنا ان ده اللي بيمنع ايه، برافو، الاكشن او الفانكشن، لكن السنسز ده قصه تانية. صح، برافو عليكم. وخدنا اللي بيمنعوا الاكشن قسمناهم حتتين، دايركت وان دايركت. دايركت اللي هم بيمسكوا على الثرومبين تو نفسه، وان دايركت عن طريق الانتي ثرومبين. وكان الهيبارين منهم اللي هو انتي انتي ثرومبين، يعني ان دايركت اكتنج، الانتي ثرومبين اللي ربنا خلقه في الدم الهيبارين بيمسك فيه. تعال بص على الرسمه دي بقى، مهمه قوي. ده جزيء الهيبارين اللارج مولوكيولار ويت، مش انا عندي لارج مولوكيولار ويت او هاي مولوكيولار ويت هيبارين ولو مولوكيولار ويت هيبارين، وحاطط لك الرسمه هنا عشان يقارن ما بينهم. ادي الهاي مولوكيولار ويت هيبارين، بيشتغل ازاي الهاي مولوكيولار ويت هيبارين؟ بيشتغل عن طريق الانتي ثرومبين الموجود في الدم، مش هو ان دايركت. طيب ايه اللي بيحصل؟ عليه سايت سيكونس معين كده بيمسك في الانتي ثرومبين 3 يقوم مولعه. لو كان الانتي ثرومبين 3 بيشتغل واحد يخليه يشتغل 1000 مره، زي يعني باي نمبرز كده، لكن ده مش مية حاجه حقيقيه. يعني لو واحد بس اللي شغال يشتغل 1000، طب لو 1000 اضرب في 1000 بيزود الاكتيفيتي بتاعته 1000 مره، بالذات اجنست فاكتور 10 وفاكتور 2 اللي هو الثرومبين الاكتف والعشرة الاكتف، يبقى بيزود الانتي ثرومبين بايندنج للثرومبين ويزود الانتي ثرومبين بايندنج فاكتور 10. انا فاكره انا قايله لك ان الانتي ثرومبين ده بيمسك في فاكتورز كتيره جدا، بيمسك في 7 كمان وبيمسك في 9، لكن اهم 2 2 و10 ثرومبين وفاكتور 10. طيب يبقى هو الهاي مولوكيولار ويت هيبارين في عليه سيكونس بيمسك في الانتي ثرومبين 3 لانه بيشتغل ان دايركت، مش بيشتغل على الثرومبين على طول، بيمسك في الانتي ثرومبين ويحفز مسكته في الثرومبين وفاكتور 10. اهو حبه من الانتي ثرومبين اهو يمسك في فاكتور 10 وحبه يمسكه في فاكتور 2. طب ما هو الطبيعي اللي ربنا خلقه ان الانتي ثرومبين بيأكتيفيت فاكتور، بيمسك فيه بيمنعه، مش اكتيفيت بقى، يمنع الاكتيف، يعني يمسكه ويخليه ان اكتيف مش شغال. الانتي ثرومبين يمسك في فاكتور 10 ويمسك في فاكتور 2، لكن ده بيزود الاكتيفيتي بتاعته 1000 مره. طيب امال ايه بقى الفرق ما بين الهاي مولوكيولار ويت هيبارين واللو مولوكيولار ويت هيبارين؟ اللو مولوكيولار ويت هيبارين وجدوا ان في سيكونس كده من الهيبارين، شوفوا ده بيلف على فاكتور 2. كل ما اشتغلت على كمية اكتر من الفاكتورز اللي في الدم كل ما زاد البليدنج كادفيرس افكت. طبعا يعني دلوقتي الاهم عندك انك تمسك في 10 و2، كل ما زاد مسكتك في حاجات تانية او مسكت حاجات كتير كل ما زاد البليدنج ادفيرس افكت منه. يقوم بقى اللو مولوكيولار ويت هيبارين يمسك في الانتي ثرومبين، ما ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان دايركت عن طريق الانتي ثرومبين، ويزود الاكتيفيتي بتاعته برضو 1000 مره بس من لي اجينست فاكتور 10. اهو شايف سايب ده. طب ما هو فاكتور 10 ده بدايه الكومن باسوي، يعني انت لو وقفته برضو وقفت البليدنج وقفت الكواجيليشن، وفي نفس الوقت طالما مسكت في فاكتور 1 يبقى قللت البليدنج اللي ممكن يحصل كادفيرس افكت. يبقى عرفنا الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ازاي، ده برضو رسمه تانية بتوضح الميكانيزم اوف اكشن. لو تخيلنا ده احيانا بيسموا الهاي مولوكيولار ويت هيبارين احيانا يسموه ان فراكشنيتد هيبارين. ان فراكشنيتد، فراكشنيشن يعني كسر منه حته، فان فراكشنيتد يعني ما اتشالش منه حته، شوفوا، وساب الحته اللي بتمسك اصلا في الانتي ثرومبين. يعني حتى لما جه عمل اللو مولوكيولار ويت هيبارين ساب السيكونس اللي بيتعرف على الانتي ثرومبين ويمسك فيه وشال حته ملهاش لازمه. اهو ده الان فراكشنيتد هيبارين وده الايه اللو مولوكيولار ويت هيبارين. الانفراكشنيتد هيبارين ساب البنتاساكرايد سيكونس اللي كان بيمسك فيه بالانتي ثرومبين اهو، يمسك في الانتي ثرومبين ويزود الاكتيفيتي اجنست فاكتور 10
وزود الاكتيفيتي برضو اجنست فاكتور 10 وفاكتور 1 2 اللي هو ثرومبين. طيب واللو مولوكيولار ويت هيبارين ساب السيكونس فيه برضو اللي بيمسك في الانتي ثرومبين اهو، بس مين لي اجنست فاكتور 10، الحته اللي كان بيلف بيها بقى حوالين الثرومبين دي مش موجوده عشان ياخده في حضنه كده، هيديني نفس الفانكشن برضو. منعت 10 اللي هو اول الكومن باس واي واللي هو اهم واحد، وقللت البليدنج لاني ما اشتغلتش الا على 10. دي رسمه برضو نفس القصه اهو، كل دي رسومات بتشرح الفانكشن بتاعها. ان فراكشنيتد هيبارين مين اللي بيشتغل عن طريق الانتي ثرومبين، خلاص عشان كده عرفنا ان هو اندايركت، والانتي ثرومبين ده ربنا خلقه في الدم، والانتي ثرومبين ده بيشتغل اجنست فاكتور 10 واجنست الثرومبين. الهيبارين بيزود البايندنج بتاع الانتي ثرومبين لفاكتور 2 وفاكتور 10، ده ايه الان فراكشنيتد. لكن لو كان فراكشنيتد يبقى هيشتغل في الحته دي بس، شال منها السيكونس الثاني اللي بيمسك فيه الفاكتور 2. خلاص يا جماعه خلاص ان شاء الله. طيب تعالى بقى نشوف الميكانيزم اوف اكشن، نقرا كده نشوف هنفهمها ولا لا. دايركت انتي ثرومبين، صح هو دايركت على الانتي ثرومبين، بيمسك في الانتي ثرومبين اللي ربنا خلقه في الدم. بايندنج ثرو يونيك بنتا ساكرايت سيكونس ان هيبارين، صح مش فيه احنا زي ما قلنا كده في بنتا ساكرايت سيكونس يونيك في الهيبارين بيخليه يتعرف على الانتي ثرومبين ويمسك فيه، صح الكلام كده ماشي. انكريز الاكتيفيتي 1000 تايمز اوف انتي ثرومبين، زود الاكتيفيتي بتاع الانتي ثرومبين اللي ربنا خلقه في الدم 1000 مره. هيبارين سيرف از كاتاليتيك تمبلت، دي مهمه جدا 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 جدا، وده كمان من الحاجات اللي بتخليه ايديال دراج. از ا كاتاليتيك تمبلت فور ذا انتر اكشن اوف انتي ثرومبين اند اكتيفيتد كواجيوليشن فاكتور، يعني ايه؟ يعني هو بيزود البايندنج اوف انتي ثرومبين للكواجيوليشن الاكتيفيتد اللي في الدم، وهو كاتاليتيك يعني لا بيتكسر ولا بيخلص، كاتاليتيك او كوفاكتور، وزود بينج كونسيومد ما بيستهلكش اند ريليز ذا انتاكت عشان يمسك تاني في حاجه تانيه. عارفين المحفزات اللي كنا بناخدها في الكيمياء، يبقى بيشتغل ككاتاليتيك اهو زي محفزات التفاعلات الكيميائيه اللي هو ايه عارف، لا بيخلص وبيطلع زي ما هو ما بيخشش في وسط التفاعل. ودي برضو على فكره تعتبر ميزه تانيه فيه ان هو مش بيستهلك وبيطلع يشتغل على حاجات تانيه. ماشي طيب ايه الاكشنز بتاعته بقى؟ احنا قلنا الميكانيزم اوف اكشن اتكلمنا عنها، وقلنا اللي بيمسك في فاكتور 2 ده الانفراكشنيتد او الهاي مولوكيولار ويت، في فاكتور 2 بيزود البايندنج اوف انتي ثرومبين لفاكتور 2 وفاكتور 10. الاكشنز بتاعته ايه؟ انتي كواجلانت طبعا رقم واحد، انتي كواجلانت بيمنع تجلط الدم ان فيفو جوه الجسم اند ان فيترو بره الجسم كمان، انا اقدر احط هيبارين في عينه دم او في كيس دم ويمنع برده التجلط برده. رقم اتنين انهبت البليتلت اجريجيشن، كان بيجي لنا سؤال كده زمان لما كان في تجميعه بتاع السنه الثالثه، ايه هي دراجز انهبت البليتلت اجريجيشن؟ يعني شوف كانه بيضرب الانتي كواجريشن بحتتين، واحد ضد الكواجريشن فاكتور والتاني عن طريق انهبت البليتلت اجريجيشن. عشان انا قايله لك ان تجلط الدم ثلاث سكك مهمين، اهم سكتين في كمان البليتلت والانتي كواجرانت اللي هما الايه الكواجريشن فاكتور، وكمان لايبيميك كليرنج اكشن. يعني ايه لايبيميك كليرنج اكشن؟ عندنا في الليبيد اللي ماشيه في الدم، هو كمان بيعمل كليرنج للليبيد اللي ماشيه في الدم عن طريق اكتيفيشن لسيرم انزيم كده اسمه سيرم لايبوبروتين لايبيز. انا ليه قلت سيرم؟ لان في تيشو لايبوبروتين لايبيز اعتقد انكم هتاخدوه في البايو، وهنقوله كمان في الانسولين ان شاء الله لما تيجوا تاخدوا الاندوكراين باذن الله. يبقى هو له لايبيميك اكشن كليرنج اكشن ثرو اكتيفيشن اوف سيرم لايبوبروتين لايبيز، من اسمه كده لايبيز يعني بيكسر الليبيد، وانهانس الهيدروليسيس اوف ترايجليسرايد تو فاتي اسيد افتر فاتي ميل، بيكسر الترايجليسرايد لفاتي اسيد يبتدي ياخدها الليفر ويستخدمها بعد الفاتي ميل. يبقى الاكشنز اوف هيبارين مهمين جدا الثلاثه دول، اول حاجه انتي كواجلانت، ثاني حاجه انهبت البليتت اجريجيشن، ثالث حاجه لايبيميك اكشن يعني بيكسر الليبيد اللي موجوده في الدم. ايه هي بقى الثيرابيوتيك يوزز؟ انا حاولت اجيب كل ثيرابيوتيك يوز برسمه علشان ان شاء الله ما تنساهاش. طبعا اكيد كل الثيرابيوتيك يوزز بتاعته في حاجات فيها تجلط، حاجه فيها ثرومبوزز او حاجه فيها امبوليزم، وزي ما احنا قلنا السلايد اللي كان فيها الفرق ما بين الثرومبس والامبوليزم، الثرومبس في مكانها الامبوليزم اتكسرت، هي نفس الثرومبس بس اتكسرت من مكانها راحت قفلت حته ثانيه. فعندنا حاجه اسمها دي اكيوت ديب فينس ثرومبوزس، من اسمها كده اكيوت يعني بتتكون حاده فجاه كده، ديب يعني عميقه، فينس ثرومبوزس الفينز العميقه في الرجل، احنا عارفين دي اشهر مكان ليها في الساق اهو، في ديب فينز موجوده في الرجل يحصل فيها ثرومبوزس. ايه السبب؟ لها اسباب كتيره جدا. الناس اللي هي مثلا لا قدر الله يقول لك ان اللي عنده كسر رجله وما اتحركش، العيان ده احنا بنقول نعمل له مساج لرجله او يحاول يتحرك بعد الاوبريشن بعد العمليات، بالذات الولاده اللي بيزيد الحاجات اللي بيزيد فيها التجلط، الحمل من الحاجات اللي بيزيد فيها التجلط، فبعد الولاده لو الست قعدت فتره طويله على رجليها ممكن يحصل هذه الجلطه في الرجلين. اي
عدم حركه تماما، مش يعني مش رجلك بتتحرك يمين وشمال كده على السرير، اي عدم حركه للساق لفترات طويله لايام يعني، ممكن يؤدي الى حدوث الديب فينس ثرومبوسس. دي جلطات في الاورده العميقه في الساق. استخدم فيها الهيبارين، استخدم فيها الهيبارين طبعا عشان بمنع انها تحصل تاني في حته تانية وكعلاج ليها. طيب ايه تاني بستخدم فيه بالمنري؟ امبوليزما. لا امبوليزما، لا خلي بالك مش ثرومبس، انا ممكن استخدم فيه ثرومبس بس دي رير جدا يحصل بالمنري ثرومبس، لكن بالمنري امبوليزما يعني كانت موجوده في حته وراحت لايه اللنج. بالمونري امبوليزم اشهر سبب فيها على فكره هي الديب فينس ثرومبوزس دي. لما يحصل ثرومبوس في الفينز بتاعت الرجل، احنا عارفين ان الفينز سكاكها مفتوحه مفيش حاجه بتوقفها، تقوم راحه على الهارت تنضخ من الهارت للرئه تعمل لي البالمونري امبوليزم. اهي شوفوا جايه من الانفيرور فينا كيفا من الرجل اهي امبولس، لانها مش مكانها اتكونت في الديب فينز بتاعت الرجل، اهي تكون في الديب فينز بتاعت الرجل وبعدين تمشي مع الانفيرور فينا كيفا، الانفيرور فينا كيفا يوديها الهارت، الهارت يضخها في اللنج، البرانشز بتاعت اللنج ضيقه تقوم تتراكم فيها وتعمل لي بالمونري امبوليزم. غلطات برضو. طيب سنترال ستروك اند سريبرال ثرومبوزس. ستروك سواء كانت الجلطه جايه من حته من القلب مثلا واتحجزت في شرايين المخ، او لو كانت متكونه ثرومبس اوريدي في المخ من الاثيروسكلروزس من تصلب الشرايين، يبقى السريبرال ستروك اللي هو الدمج اللي بيحصل بعد ما حصلت القفله في البرين، يبقى في السريبرال ستروك وفي السريبرال ثرومبوزس بستخدم برضو الهيبارين. مايوكارديال انفاركشن، مايوكارديال انفاركشن دي نفس القصه برضو بالظبط. ايه هي المايوكارديال انفاركشن؟ عباره عن ثرومبس تتكون في الكوروناري او امبوليزم تيجي تسد حته، بس في الغالب بتبقى ثرومبس من الاثيروسكلروزس برضو، هو شايف من تصلب الشرايين او الشريان بقى مش طبيعي، ده الطبيعي اهو مفيش في الول حاجه اهو، لو حصل اثيروسكلروزس وتراكم الليبت في الشرايين ممكن يجي عليها البليتلت وتقفل قفله تعملي مايوكارديال انفاركشن. انفاركشن يعني دس. خدت انت قبل كده على فكره في ما كنا بنستخدم في استخدامات الدراجز في الموديولات اللي فاتت، كنا بنقول في حاجه اسمها انجينا وفي حاجه اسمها انفراكشن في الهارت. الانجينا في الهارت ان البلاد فيسلز يتسد ويعمل لي بين، لكن لو قفل الدم كومبليتلي بقى عن الحته اصبح اسمها انفراكشن، حته في الهارت بتموت نتيجه الكومبليت كاتنج للبلاد سبلاي بتاعها. فبالتالي في المايوكارد انفراكشن تو ريديوس الكروناري تو ريديوس الكوروناري ري ثرومبوزس افتر ثرومبوليتيك تريتمنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المفروض احد علاجات الجلطات دي ان انا بخش اعمل ثرومبوليتيك ثيرابي، بدي حاجات تكسر الجلطه واقوم بقى عشان ما يحصلوش جديد اقوم مدياله انتي كواجلانت عشان ما يتكونش فيه تاني. طيب يبقى المايوكارديال انفراكشن من الحاجات اللي بتستخدم فيها. ايه تاني؟ افتر كورونري انجيوبلاستي اند ستنت. يعني ايه كورونري انجيوبلاستي؟ العيانين اللي شوف ده اثيروسكلروزس اهو، ده مش الطبيعي، ده الطبيعي اهو الشريان فريش واحمر وحلو كده اهو، لو حصل فيه اثيروسكلروزس اهو شوف بتراكم الدهون فيه، بدخل بحاجه اسمها ستنت اللي هي الدعامات، طبعا تسمعوا قصه الدعامات عامل دعامه في القلب اهي، عباره عن كاثيتر ميتال كده يدخل وفيها في حاجات بواير وفي شبكه وفي حاجات مش بشبكه. انجيوبلاستي كروناري انجيوبلاستي يعني انجيو يعني بلاد فيسلز، وبلاستي اللي زي التجميل يعني او تصليح. ففي دي من الحاجات اللي بعمل بيها كروناري ريفاسكولاريزيشن زي الاستنتات اللي هي الدعامات والحاجات دي، بدي معاها هيبارين، واحيانا كمان بيبقى الواير ده عليه الدواء نفسه، عليه الدواء نفسه. طيب دي تجميعه لليوزس اهي، انا كنت قصدي احط اليوزس بالرسومات عشان تبقى واضحه الرسمه في ذهننا، دي تجميعه اهي تاني اكيوت ديب فينس ثرومبوزس، اعتقد خلاص عرفنا ان شاء الله دي ايه، بالمونري امبوليزم وعرفنا الفرق ما بين الثرومبوس والامبوليزم، سي ان اس ستروكس اند سريبرال ثرومبوزس، مايوكارديا انفراكشن ديو تو كورونري ري ثرومبوزس تو ريديوس كورونري ري ثرومبوزس افتر ثرومبوليتك ثيرابي. قلنا بعد ما افتحها ليه بقى؟ لان هنا اهم حاجه في الكورونا ان انا اعمل ثرومبوليتك ثيرابي، احاول على قدر الامكان انه الانسان ده لو جالي بدري اقوم انا مديها بقى الفايبرينوليتك اكسر الثرومبس عشان احافظ على اورده القلب او الوعيه الدمويه بتاعت القلب سليمه، او افتر كوروناري انجيوبلاستي ستنت يبقى كمان مايوكارد انفاركشن تو ريديوس كوروناري ري ثرومبوزس افتر ثرومبوليتك تريتمنت افتر كوروناري انجيوبلاستي اند ستنت اللي هي قلنا زي عمليات الدعامات والحاجات دي عشان امنع التجلط، واحيانا قلنا كمان الدعامه دي بتبقى محطوطه عليها اصلا كمان الهيبارين. طيب بروفيلاكسس يبقى تريتمنت، اللي فات ده كان تريتمنت، تريتمنت يعني حاجه حصلت وبعالجها، بروفيلاكسس يعني قبل ما تحصل، طبعا انا عارف ان العيان ده اصلا معرض لحاجات فبتدي اديها له.
بريفنت ثرومبو امبوليك كومبليكيشن في السيرجري، في العمليات. المفروض ان لسه بقول لك اهو، لو انا عارفه ان العيان ده مثلا عنده هيستوري الديب فينس ثرومبوزس وداخل يعمل عمليه، اقوم انا اديله بعد العمليه بقى مباشره هيبارين عشان امنع، عارفه انه هينام فتره طويله. او في بعض العمليات اللي العيانين مثلا اثروسكلوريتك، يبقى عشان امنع ثرومبو امبوليك كومبليكيشن بعد السيرجري. بريفنت الكلوتنج ديورنج ترانسفيوجن، ديورنج بلاد ترانسفيوجن، انا لما بنقل دم، احنا قلنا لسه متفقين ان في الفيترو يعني في الخارجي الاكياس بتاعه الدم بقوم حاطه فيها احيانا هيبارين كمضاد للتجلط، وفي البلاد ترانسفيوجن كمان ممكن استخدم الهيبارين. تو بريفنت الكلوتنج ان ارتفيشال كيدني او هيموداياليسيس، العيانين اللي بتغسل يعني ايه بتغسل، اللي هو دمهم بيروح يتحط في ميمبرينز وحاجات عشان يسحب الحاجات اللي فيه، ما هو الرينال فيلير يعني الكلى مش بتفلتر الدم، فانا بقوم واخده الدم انا معدياه على حاجات كاني بعمل ارتفيشال كيدني كانها كيدني صناعيه، اخليها تنقي الدم وارجعه له تاني. طيب انا خدت الدم من الجسم مررته في جهاز، ايه اللي هيخلي الدم ده ما يتجلطش في الجهاز؟ في الهيموداياليسيس اللي هو الغسيل الدموي ده، بقوم حاطه فيه هيبارين عشان الدم ما يتجلطش. ده بروفلاكسس، انا ما بستناش الدم يتجلط وبعدين اخش تريتمنت، كل الحاجات دي بروفلاكسس قبل السيرجري عشان امنع ثرومبو امبوليك مانيفستيشن، قبل او اثناء البلاد ترانسفيوجن، وفي اثناء الهيمو داياليسيس لما يكون العيان بيغسل كلى. طيب يبقى بنتكلم عن الادفيرس افكتس بقى بتاعه هذه بتاع الهاي مولوكيولار ويت هيبارين. احنا اتفقنا من البدايه ان كل الادفيرس افكت بتاعه المجموعه دي سواء كانت انتي بليتليت او فايبريوليتك او الانتي كواجلانت، وبالذات الانتي كواجلانت بقى رقم واحد في الادفيرس افكت ايه؟ بليدنج. طبعا ده بتمنع الكواجيشن فاكتور انها تشتغل، يبقى اول ادفيرس افكت عندي هيقابلني هو البليدنج. تاني حاجه الرجي او هايبر سنسيتيفيتي، انا ممكن اواجهه مع حاجات كتير جدا الالرجي والهايبر سنسيتيفيتي، وبالذات كمان الادويه اللي هي في الدم. ترانزينت لوس اوف هير اند الوبيشيا، ودي مش معروف لسه سببها لحد ايه، لكن ريكوردد انها بيحصل معاها ترانزينت هير لوس او الوبيشيا. الوبيشيا اللي هو شويه يعني شويه صلع يعني. اوستيوبروزس ده اللي هو هشاشة العظم، والهايبركاليميا زيادة في البوتاسيوم في الدم. ثرومبوز وثرومبوسايتوبينيا، الله ثرومبوزس هو ده مش ادفيرس افكت غريب شوية انه ممكن يحصل منها؟ ايوه، لو حصل الثرومبوزس ده هيبقى عن طريق الثرومبوسايتوبينيا، يعني ثرومبوسايتوبينيا يعني ديكريز النمبر في البليتلت، وانا هقول لك ان شاء الله ليه. تعال نشوفهم بقى كده واحد واحد عشان ما ننساهمش بالصور. طبعا اول ادفيرس افكت لهذه المجموعه هي بليدنج، ينزف من اي حته لو زادت الدوز. الرجي او هايبر سنسيتيفيتي، تلاقي العيان كده نتيجه انه بياخده لاول مره مثلا تلاقي حصل عنده الحاجات دي في الجسم، يبقى ده هو الرجيك لي اهو. ترانزينت هير لوس او الوبيشيا، في الغالب بيبقى ترانزينت، يعني ايه؟ يعني ممكن عادي مع الوقت يتحسن العيان ويرجع عادي الشعر، يعني مفيش فيه مشكله خالص. اوستيوبروزس، لحد دلوقتي الهبارين الميكانيزم اوف اندكشن اوف اوستيوبروزس انه يعني بص شوف الفرق ما بين البون السليم والبون اللي فيه مشكله. الاوستيوبروزس المشكله مش في الكالسيوم، المشكله في الماتريكس بتاع البون، النسيج اللي جوه البون اهو، شوف الفرق ما بينهم عامل ازاي، عشان كده بيبقى ده معرض للكسر. شوفوا من جوه اصلا هشش ازاي، ما هو من اسمه كده اسمه هشاشه العظم. الميكانيزم اللي بيعمل بيها الهيبارين كومبليتلي اندرستود، مش كلها مفهومه، لكن في بعض الناس قالت ان هو بيزود البون ريزوربشن، بيزود اكل البون باي ستيميوليتنج الاوستيوكلاست اللي هي الخلايا الاكله للبون، اند سبريسنج الاوستيوبلاست اللي هي الخلايا اللي بتعمل البون. ايا كان هو بيعمل اوستيوبروزس مع كتر الاستخدام. طبعا هايبركاليميا، وبيعمل هايبر كاليميا اللي هو زيادة البوتاسيوم في الدم عن طريق انه بيعمل هايبو الدوستيرونيزم ويؤدي الى هايبر كاليميا. طيب ايه بقى هي قصة الثرومبوزس والثرومبوسايتوبينيا اللي احنا كنا بنقوله؟ احيانا ده مش طبيعي، ده في بعض العيانين الهيبارين يعمل ايه؟ حاجة اسمها هيبارين انديوست ثرومبوسايتوبينيا، او بنسميها HIT، دي مهمة قوي. HIT H capital IT، هيبارين induced ثرومبوسايتوبينيا، يعني هيبارين يعمل ديكريز في النمبر بتاع البليتلت، اقيس البليتلت نمبر الاقيها قليله نتيجه لان هو زود الكواجيوليشن بتاع او تمسكان البليتلت في بعض، يعني خلى البليتلت تتجمع وعمل ثرومبوزس. الحته دي مهمه قوي لانها لما بتحصل اكسيدنتال في بعض الناس هي اصلا مش حاجه طبيعيه، دي فارماكو جينيتك ديفكت، ده جينيتك ديفكت في الانسان ده خلى الحته اللي مش طبيعيه دي تحصل. ده سببه ايه؟
الهيبارين لما بيتاخد اهو لسبب غير معروف يقوم استيموليت انتي بودي على سطح البليتلت، يقوم يجمعها ويعمل كواجيوليشن وثرومبوزس، وجزء منها يتكسر، وبالتالي يحصل ديكريز في النمبر اوف بليتلت ثرومبوسايتوبينيا. والعيان ده كمان لو اتجمعت في البليتلت ممكن يعمل ثرومبوزس. تقوم العيان انت بتديله هيبارين عشان انتي ثرومبوتيك عشان افك الثرومبس عنده، اقوم الاقي فيه ثرومبوزس. يبقى انت متخيل ان المشكله في جرعه الهيبارين قليله مثلا او مزودها، والمشكله مش في الجرعه، المشكله ان الهيبارين نفسه عمل مشكله ادت للثرومبوزس، ده لازم اوقفه. يبقى بيعمل لي حاجه اسمها هيبارين انديوس ثرومبوسايتوبينيا انتي بودي اجينست البليتلت، تجمعها احيانا تعمل ثرومبوزس او تكسرها في الغالب. عشان كده يقول لك ان الثرومبوسايتوبينيا اللي بيعملها الهيبارين دي ويز ثرومبوزس اور ويزاوت ثرومبوزس. ماشي. طيب اللو مولوكيولار ويت هيبارين اللي انا اتكلمت عنه قبل كده، فاكر الكذا سلايد اللي هيتيجي تاني ان شاء الله، ان انا قلت فيه سيكونس في الهيبارين ملوش لازمه بشيله واسيب السيكونس اللي بيمسك في الانتي ثرومبين، هم دول اللو مولوكيولار ويت هيبارين. اساميهم في السوق عندي الانوكسابارين والدلتا بارين، وشوف المولوكيولار ويت بتاعهم من 6000 ل 8000، التاني كان من 8000 ل 30000، وعلى فكره في ناس كان في مولوكيولز كمان اصغر من ال 6000. ميكانيزم اوف اكشن انهبيت اكتيفيتد فاكتور 10 ان اونلي، فاكتورتين بس ملوش دعوه بالثرومبين، يبقى مليون في الميه على طول هيبقى اقل في ايه؟ برافو، في البليدنج. اهو دي الاشكال بتاعتهم اللي في السوق اهي، حقن جاهزه. على فكره احنا قلنا برضو هم دول بالحقن برضو زي الهيبارين بالظبط، اهو فاكرين الرسمه دي اهو، ده الانفراكشنيتد هيبارين او الهاي مولوكيولار ويت هيبارين، كان فيه السيكونس المهم اللي بيمسك في الانتي ثرومبين وزود مسكانه في فاكتور 10 وزود مسكته برضو في فاكتور 2، شلت السيكونس اللي ملوش اي 30 لازمه وحطيت السيكونس بس اللي بيمسك في الانتي ثرومبين ويزود البايندنج بتاعه اجينست فاكتور 10، اهو شلت الحته اللي بتلف حوالين 2 اللي ملهاش لازمه عشان اخليه سبيسيفيك اجينست فاكتور 10، اقوم اقلل البليدنج بتاعته وفي نفس الوقت حافظت على الايفكت بتاعه بالظبط. ايه هي بقى الادفانتج بتاعته؟ سؤال مهم جدا 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 جدا، سواء كان ريتن او كان في الام سي كيو. الاثنين في الافكاسي واحد على فكره، يعني الاثنين في التاثير واحد، ده جود انتي كواجلانت وده فيري جود، يعني ده فيري جود وده فيري جود، وده فيري جود انتي كواجلانت وده فيري جود انتي كواجلانت، سواء كان لو او هاي مولوكيولار ويت. امال بيفرقوا في ايه؟ في الانستنس اوف بليدنج، كل ما مسك في كواجيوليشن فاكتور اقل كل ما البليدنج اقل. وقيس على ده بقى كل بقيه الادفانتجز بتاعته، less incidence of bleeding, subcutaneous on patient with adjusted basis is the calculation of the dose. الجرعة في اللو مولوكيولار ويت بتحسب بالوزن، فطبعا اسهل بكتير، is the calculation في الدوز بتحسب على وزن العيان. predictable kinetic profile تي هاف بتاعته والبايو افيلابيلتي 90%، الفارماكو كينيتك بارامترز بتاعته اتحسنت، يبقى حسنا كمان القطعه اللي فيه دي او الحته اللي اتشالت اللي ملهاش لازمه، حسنت الفارماكو كاينتيك بروفايل. بريدكتابل ثيرابيوتيك افكت، طبعا الثيرابيوتيك افكت بتاعه هيبقى كويس واقل في البليدنج. نو نيد فور انتنس مونيتورنج سو سيف ليبراتوري كوستنج اند نيرسينج تايم اند كوست. ايوه وفر الانتنس مونيتورنج، احنا عارفين المونيتورنج بتاع الهيبارين بقيس ازاي الانسان ده الليفل بتاعه، اعرف ازاي انه وصل لفول انتي كوجلانت افكت، انا اديت الجرعه وحسبتها سواء كان باليونتس العاديه في الهيبارين الهاي مولوكيولار ويت او بالويت في اللو مولوكيولار ويت، اعرف ازاي انه وصل لفول افكت، ان فعلا خلاص انا نجحت ان انا اوقف الاكشن بتاع الكواجيليشن فاكتور والعيان ده خلاص كده فولي انتي كواجلانت وما عنديش مشكله فيه. بقيس في الهيبارين سواء كان هاي او لو مولوكيولار ويت البي تي تي اللي هو البارشال ثرومبوبلاستين تايم. طيب الهيبارين العادي لان البليدنج معاه اعلى بحتاج اعمل تيست اللاب ده كل شويه، لكن اللو مولوكيولار ويت هيبارين لانه سيف اكتر، البليدنج وعاء اقل، بيمسك في كواجريشن فاكتور اقل، فبالتالي ما بعملش اللابوراتوري كل شويه، فبالتالي ده كوست اقل، ما بيكلفنيش وقت كتير، ما بيكلفنيش نيرسنج ان كل شويه تسحب عينه وتعمل لي تحليل، فبالتالي كوست اقل على الرغم ان الحقنه اغلى، لكن هو التحليل اقل، ما بعملش التحليل كتير، ما بيستهلكليش ممرضه كل شويه تسحب الحاجات دي والكلام ده. المهم في الخلاصه ان هو نو نيد فور انتنس مونيتورنج، مش بيحتاج كل شويه متابعه يعني.
can be used easily for inpatient and outpatient therapy، لان طبعا البليدنج برضو اقل، فبالتالي ممكن استخدمه العيان inpatient عندك في المستشفى او outpatient في بيته، لان نسبه البليدنج اقل، نسبه الانتنسيف مونيتورنج اقل، فدي ميزه. لونج ديوريشن اوف اكشن سنجل ديلي دوز، دي برضو حصل نتيجه للتغير، الحته اللي اتقصت منها دي غيرت الكاينتيك، هو ده عادي، ده ممكن يحصل في اي دواء، انك تغيير السيكونس فيه غير فيه كاينتيك، فالكاينتيك اللي طلعت كمان كانت مفيده، ان هو خلته لونجر ديوريشن اوف اكشن، وبالتالي يستخدم مره واحده في اليوم على غير الهيبارين التاني اللي ممكن اديه مرتين في اليوم. ايكوال افيكاسي از هاي مولوكيولار ويت هيبارين، دي مهمه جدا جدا جدا، مهمه عشان حاجات كتير. رقم واحد مهمه في الام اس كيو بالنسبه لك انت، الاثنين ايكوال افيكاسي، مفيش واحد منهم احسن من في التاني عشان تبقى عارف. طيب ما استخدم كله بقى له مولوكيولار ويت، وبلاش الهاي غالي جدا، مقارنه فظيع، فرق فظيع في السعر ما بين الهاي مولوكيولار ويت وما بين اللو مولوكيولار ويت، فبالتالي لازم يفضل عندي الهاي مولوكيولار ويت علشان هو ارخص للعيان اللي ما يقدرش على التكلفه. طيب فبالتالي الافيكاسي الاثنين جود، الاثنين فيري جود، ده كويس جدا وده كويس جدا، الفروقات في الحاجات الثانيه، عشان كده مهم قوي تبقى عارف الكلام ده. طيب عشان ما نتوهش من بعض، هو ايه الفوندا بارينوكس ده؟ نرجع تاني كده للسلايد الاولانيه، كان ان انا عشان اعمل انتي كواجولانت افكت اعمل حاجه من الاثنين، يا اما ااثر على الاكشن بتاعه الكلوتنج فاكتور، يا اما ااثر على الفانكشن بتاع الكلوتنج فاكتور. طيب انا كده لو بتكلم دلوقتي على الحاجات اللي بتاثر على الايه، على الحاجات اللي بتاثر على الفانكشن او الاكشن، مش السنسز اللي هو الوارفرين اللي هنقوله المحاضره الجايه ان شاء الله. طيب وما اتكلمنا على الاكشن، قلنا في حاجات بتشتغل دايركت وفي حاجات بتشتغل ان دايركت. الان دايركت عن طريق انها بتزود الاكتيفيتي اوف انتي ثرومبين 2، او الانتي ثرومبين اللي بيشتغل على الثرومبين ده ان دايركت، وقلنا ان الهيبارين سواء كان هاي او مولوكيولار ويت بيشتغل بهذه الطريقه. ثالثهم ده الفوندا بارينوكس، برضه بيشتغل اندايركت، يعني شغله عن طريق الانتيسترومبين، ولكنه في الفروقات ما بينهم ان هو بيورلي سينثيتك، بيورلي سينثيتك ده متصنع كومبليتلي. فاكر الهيبارين كنا واخدينه من انيمال اورجن وحسنا فيه وعملنا اللو مولوكيولار ويت؟ لا، ده كومبليتلي سينثيتك من البدايه، سيلكتيف بايند للانتيسترومبين وانهبيت فاكتور 10 اونلي. يبقى الهيبارين هاي مولوكيولار ويت هو اللي كان بيعمل انهبيشن لفاكتور 7 و9 و10 و2، لكن اللو مولوكيولار. يبقى الفونتا برينوكس قلنا كل اللي فات زي ما اتفقنا، اشتغل اللي هو الهاي مولوكيولار ويت هيبارين كان بيشتغل على اكتر من فاكتور، لكن ميزه الفونتا برينوكس واللو مولوكيولار ويت هيبارين انهم هيشتغلوا اجينست فاكتور 10 سبيسيفيك. هذا سيم ادفانتجز اوف لو مولوكيولار ويت هيبارين، له نفس الادفانتج بتاعت اللو مولوكيولار ويت هيبارين. عارف ليه له سيم ادفانتجز؟ لانه بيمسك في كلوتنج فاكتور واحد غير الكازا كلودنج فاكتور او اجينست كلودنج فاكتور واحد، هو ما بيمسكش دايركت على فكره، هو اندايركت، او اجينست كازا كلودنج فاكتور واحد اكتر من او احسن من الهاي مولوكيولار ويت اللي بيضرب كازا كلودنج فاكتور، فبالتالي كل ما كان مور سبيسيفيك كل ما كان اقل في البليدنج وبالتالي اقل في المونيتورنج. اقل المميزات اللي اتقالت كلها مع اللو مولوكيولار ويت بارين كلها هتتقال مع الفوندا بارينوكس. كمان eliminated unchanged في اليورين، وبالتالي take care انه ما يستخدمش في الرينال impairment patient. eliminated unchanged في اليورين يعني المين elimination بتاعه انه يتفرز في اليورين، وبالتالي not used in renal impairment. الحاجات اللي عليها خط دي مهمة جدا جدا في الامسي كيو. long T half من 17 ل 21 ساعة، عشان كده ممكن اديه مرة في اليوم. adverse effect bleeding وانت مغمض، كل هذه المجموعة وانت مغمض وبدون تفكير bleeding، ودي بقى تيجي في الام اس كيو مهمة جدا. no thrombocytopenia لانه مش هبارين، الهبارين عشان animal origin في بعض الناس، مش في كل الناس، في ناس كتير جدا بتاخده، كتير جدا كمان بتاخده ما عندهمش مشكلة خالص، في بعض الناس اللي ممكن يكونوا انتيبودي للبليتلت عن طريق وجود الهبارين يعملوا لي thrombocytopenia، اللي هي هبارين induced thrombocytopenia. هو بقى ما بيعملش الكلام ده خالص. وفي ميزه بقى، طالما ما بيعملليش كده، ده سؤال شهير جدا 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 وهتعامل معاه في الحياه كمان كتير. عارفين الهيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا دي اللي هي اتش اي تي اللي احنا قلناها؟ دي تحصل مع الهاي مولوكيولار ويت اكتر كومن، ولو حصلت مع الهاي مولوكيولار ويت ده ما بيخلينيش اعرف استخدم اللو لانه هو بارين برضه، يبقى مع اللو مولوكيولار ويت هيبارين ما اقدرش استخدمها. طب الفوندا بارينوكس رايك ايه؟ لا ده بعيد بقى خالص، فلو حصلت الثرومبوسايتوبينيا من الهيبارين اقدر استخدم الفوندا بارينوكس، لكن ما اقدرش استخدم اللو او الهاي مولوكيولار ويت هيبارين تاني في الشخص ده خالص. طيب ايه بقى الريفاروكسي بان ده بقى؟ ده جميل جدا ومهم جدا. كل الادويه اللي اتقالت قبل كده سواء كانت لو مولوكيولار ويت هيبارين
او الهاي مولوكيولار ويت هيبارين او الانفراكشنيتد او الفوندابارينوكس انجكشن، ما عنديش منها فورم اورال خالص. واحنا عارفين ان اكتر روت مقبول، احب روت لاي بني ادم في الدنيا هو الاورال فورم، فعملنا اول واحد في اورال فورم انتي فاكتور 10 سبيسيفيك فور فاكتور 10 في السوق، اللي هو الريفاروكسيبان. الريفاروكسيبان بيستخدم في تريتمنت اوف ديب فينس ثرومبوزس، عارفين الجلطات في الاورده العميقه اللي احنا شفناها، اند بريفنشن، يبقى واحده تريتمنت اهي، تريتمنت في الديب فينس ثرومبوزس اند بريفنشن اوف ستروك بتاعت المخ في الاي اف. ايه الاف ده؟ الارتيريال فايبريليشن، ان الاتريا ما يحصلش فيها كونتراكشن، المفروض ان الاتريا اللي هو الاوزين بتاع الهارت يحصل فيه كونتراكشن، في الاتريال فايبريليشن ده ما بيحصلش كونتراكشن، بيبقى بيرعش كده، مفيش كونتراكشن حقيقي، فده بيدي فرصه ان الدم بيرعش، يعني الدم هيفضل فيه فتره طويله، فبيدي فرصه ان الدم يتجلط، فبالتالي لو حصل بعد كده كونتراكشن، لو انت دخلت بقى بدواء يعمل كونتراكشن في الهارت وحصل كونتراكشن او رجع الهارت كونتراكت، الثرومباي الصغننه دي ممكن تنضغط مع القلب وتروح للمخ تعملي ستروك، ده الاي اف. في الحاله دي ممكن استخدم الريفاروكسي بان ده فيرست اورال انتي فاكتور 10، دي اول حاجه اكتر حاجه تهمني، فيرست اورال انتي فاكتور 10 هو الريفاروكسي بان. ده شكله، لا ده الفوندابارينوكس اهو، ده انجكشن اهو، ده الفوندابارينوكس بيتاخد بالانجكشن، لكن ده الريفاروكسي بان اهو، اسمه في السوق زاليرتو بس غالي طبعا جدا. دي الرسمه بنفكرني تاني انا بتكلم في ايه، بتكلم انا دلوقتي على الثرومبين انهبيتورز اللي هي انهبيت الاكشن بتاعه الثرومبين، ده غير الثرومبين لايك. الثرومبين لايك خلاص دي احنا خلصنا منها خلاص، اللي بنهبت الاكشن اوف ثرومبين هي ثرومبين انهبيتور، ونهبت الاكشن برضو ثرومبين لايك اللي هي بتعمل لي ابنورمال فايبرين اللي هي الانكوردي، ودي خلاص سيبناها. احنا بنتكلم عن الثرومبين انهبيتور، قلنا ان دايركت عن طريق الانتي ثرومبين، ودول الهاي مولوكيولار ويت هيبارين واللو مولوكيولار ويت هيبارين والفوندابارينوكس، والاورال فورم منهم المفروض التالت اللي كنا نضيفه هنا اللي هو ايه، ريفاروكسيبان. نقلنا بقى على الدايركت اللي هيشتغلوا على الثرومبين على طول، ودول فيهم بارنترال واورال. طيب اول حاجه البارنترال دايركت ثرومبين انهبيتور، دول اللي هيشتغلوا على الثرومبين على طول، مش محتاجين الانتي ثرومبين 3، هم هييجوا يمسكوا فيه الثرومبين فاكتور 2 ويقللوا الاكتيفيتي بتاعته في الجلطات. اول واحد خالص منهم اسمه الليباريودين سبيسيفيك الريفرسابل ثرومبين انهبيتور. اهم حاجه تعرفها فيه ان هو مينلي ثرومبين انهبيتور سبيسيفيك على الثرومبين ودايركت على الثرومبين، مش محتاج انتي ثرومبين 3. الادويه دي غاليه جدا لانها بالريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، بتتصنع بالريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، جايه من الليتش سلايفا، من السلايفا بتاعت الليتش اللي هي اهي العلاقات دي، حاجه زي الديدان كده، شوفوا سبحان الله بيفكروا ويستخدموا في ايه ويطلعوا منها ايه، من الليتش سلايفا عملوا، طلعوا منها مادة اسمها هيريودين لما لعبوا فيها شوية بالدي ان ايه تكنولوجي، طلعوا منها الدواء اللي هو الليباريودين ده بقى. جاي منين؟ جاي من الليتش سلايفا. اكت اندبندنت اون انتي ثرومبين 2، هو دايركت، اي دايركت يبقى اندبندنت على الانتي ثرومبين 2. طيب قلنا هو جاي من الليتش سلايفا، ايه هي المميزات اللي فيه؟ طالما هو شغال على الفاكتور 10 يبقى زي الهيبارين كده بيمونيتورد بالبي تي تي اللي هو البارشال ثرومبوبلاستين تايم، وقلنا المجموعه دي وانت مغمض كلها بتعمل بليدنج، وهو برضو بيتاخد بالانجكشن، وهو بيتاخد بالانجكشن، احنا قلنا في بارنترال، هو ده لسه تبع المجموعه بتتاخد بارنترال، بيتاخد بالانترافينس روت. هاز ليتل افكت اون بليتلت اند بليدنج تايم، الله ملوش افكت على البليتلت. يبقى اهم كلمه انا عايزه اسمعها هنا، يوز ذا ان بيشنت ويز اتش اي تي، الهيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا. يبقى لو عندك عيان عنده هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا، ما ينفعش اللو مولوكيولار ويت، ما ينفعش خلاص الهاي مولوكيولار ويت هيبارين خالص، يبقى ممكن استخدم الفوندابارينوكس، ممكن استخدم الليباريودين بقى اول واحد في مجموعه الدايركت انتي ثرومبين او دايركت ثرومبين انهبيتور. اكسكريتد باي ذا كيدني، يوزد ان جريك كوشنت ان بيشنت وذ رينال امبيرمنت، لان كل هذه المجموعه ملهاش انتي دوت، ملهاش حاجات لو حصل زياده في الاكشن بتاعها استخدمها. يبقى تاني قلنا هو اكسكريتد في الكيدني، جريت كوشن في البيشنت وذ رينال امبيرمنت اللي عنده مشكله في الكيدني لانه ملهوش انتي دوت، الهيبارين له انتي دوت لكن الليباريودين ملهوش انتي دوت. وقلنا الرينال امبيرمنت دي المرحله اللي قبل الايه، الرينال فيلير.
تاني واحد في المجموعه دي اللي هي الاراجاتروبان، مجموعه ايه؟ مجموعه البارنترال دايركت، يعني ماليش دعوه بالانتي ثرومبين خالص، بشتغل على الثرومبين انهبيتور. الاراجاتروبان مينلي ثرومبين انهبيتور، خلاص يبقى ده خلاص بقى دايركت، وبارنترال بيتاخد بالانجكشن. الميتابوليزم بتاعه في الليفر، تكر بقى. يبقى لو عندي ليفر ديزيز ما استخدمش الاراجاتروبان، ممكن استخدم اللي قبليه اللي هو الليبريودين. طب لو عندي رينال ديزيز يبقى ما استخدمش الليبريودين واستخدم الاراجاتروبان. حته ان هو ميتابوليزم فين وبتشال منين، دي بتقول لي استخدمه امتى وما استخدمهوش امتى. شورت تي هاف، الله الله الله، خلي بالك من دي. يبقى مش بس هو بالانجكشن، ده كونتينوس انترافينوس انفيوجن. يبقى ده للاسف هيخليه بقى فين؟ ما يستخدمش الا في المستشفى، ما انت مش هتعلق الواحد كونتينوس انترافينوس انفيوجن في البيت الا لو كنت هتقعد جنبه. يبقى شورتر تي هاف وبالتالي كونتينوس انترافينوس انفيوجن. شوف حتى البوتل بتاعته بقى، هي بوتل اهي، مش زي الباقيين كانت حقنه متجهزه تتباع في الصيدليه وتتاخد في وتتحقن، لا دي حقنه، دي فايل بتتعلق اهي. يبقى كونتينوس انترافينوس انفيوجن، وكل هذه المجموعه المونيتورنج بتاعها بي تي تي او بارشال ثرومبوبلاستين تايم زي الايه؟ زي الهيبارين. يوزد ان بيشنت ويز ايه 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 اتش اي تي، هي ايه الاتش اي تي دي؟ هيبارين انديوزد ثرومبوسايتوبينيا. خلاص كل ما بدون الهيبارين اعرف استخدمه في الهيبارين انديوزد ثرومبوسايتوبينيا. ويز اور وزاوت ثرومبوزس، عرفنا يعني ايه ويز اور وزاوت ثرومبوزس؟ ايوه، لان الهيبارين انديوزد ثرومبوسايتوبينيا اللي هي انتي بودي اجينست البليتلت تجمعها مع بعضها او تكسرها، لو جمعتها هتعمل ثرومبوزس، لو كسرتها بس مش هتعملي ثرومبوز. خلاص فهمناها ان شاء الله. طيب كورونري انجيوبلاستي ان بيشنت ويز اتش اي تي برضه، يبقى كورونري انجيوبلاستي ده عموما ممكن استخدم فيه انتي كواجولانت، لكن لو بيشنت في الاتش اي تي خلاص انا ببعد خالص عن الهيبارين. تالت واحد فيهم البيفاليريودين، الاولاني كان الليباريودين، التاني الاراجاتروبان، ده البيفاليريودين. شوف شكله ايه، يبقى ده اكيد كونتينوس انفيوجن، وفعلا هو بيتاخد انترافينوس رابيد اونشوت شورت ديوريشن اوف اكشن، 20% رينال اليمينيشن، انهبت البليتلت اكتيفيشن. الحاجات اللي تحتها خط دي مهمه جدا، ممكن تيجي ام سي كيو. يبقى بالاضافه لان هو دايركت انهبيتور على الثرومبين، دايركت ملوش علاقه بالانتي ثرومبين 3، بارنترال لان المجموعه دي كلها بتتكلم عن البارنترال دايركت ثرومبين انهبيتورز، له كمان شق تاني ان هو انهبت البليتلت اجريجيشن. الاستخدام بيركوتينيوس كورونري انجيوبلاستي، احنا عرفنا كورونري انجيوبلاستي ان انا اصلح الكورونري، ادخل بدعامات وستنتات او ادخل افتح الجلطات اللي حصلت في الكورونري. بيركوتينيوس يعني من بره، بدخل من بره يعني. وادي الميكانيزم اوف اكشن بتاع البيفاليريودين، من اسمه كده بيفاليريودين، يعني لان هو باي فيلنت ثرومبين انهبيتور اهو. بيفا يعني باي فيلنت، يعني ايه باي فيلنت؟ اهي يعني بيمسك في مكانين اتنين اهو، بيمسك في مكانين اتنين، باي فيلنت بيمسك في مكانين اتنين عليه. ده ملخص للانتي كواجولانت ثيرابي، ده ملخص للانتي كواجولانت ثيرابي. انا عندي اول واحد الهيبارين سواء كان هاي مولوكيولار ويت او لو مولوكيولار ويت، ده بيشتغل على الفاكتورز دي كل اللون الاحمر. لا انت مش قلتي بيشتغل على 10 وعلى 2، لا انا قلت هو بيشتغل على 9 وادي 9 9 وعلى 7 وعلى 10 وعلى 2 كذا فاكتور، لكن دول اهم 2 يهموني لان دول الاهم سايت في الكواجيليشن باس واي. فيتامين كي انتاجونست دي ان شاء الله المحاضره الجايه، اللي بيعمل انهبيشن على الفيتامين كي انتاجونست برضو اللي هم كل اللي عليهم ايه كده. ما طبعا احنا قلنا ان 10 و2 دول مهمين جدا، لانهم لو ما حصلوش انا مش بحقق النتيجه اللي انا محتاجاها. دايركت ثرومبين انهبيتور، شوفوا الفرق بقى، دايركت ثرومبين انهبيتور بيشتغل فين؟ بيشتغل على الثرومبين بس لانه ملوش علاقه بالانتي ثرومبين 3. وسبيسيفيك بقى فاكتور اكس انهبيتورز، دي بقى ملخص للمحاضره اللي احنا قلناها كلها، اللي هي ادي الاندايركت ثرومبين انهبيتور، هيبارين والفوندابارينوكس والريفاروكسيبان اللي هو الاورال، والدايركت ثرومبين انهبيتور هيريودين واللي هو جاي منه الليباريودين والبيفاليريودين والاراجاتروبان، والثرومبين لايك ده برضو انهبت للفانكشن او الاكشن بتاع الهيبارين بتاع الثرومبين. دول الثلاثه انهبت الفانكشن او الاكشن، وان شاء الله الفيتامين كي اللي انهبت السنسز ده اللي هنقوله باذن الله في المحاضره الجايه ان شاء الله. طيب تعالى بقى نشوف الاي لوز بتاعتنا او الانترنت ليرنينج اوت كومز حققناها ولا لا. ديسكرايب ذا ديفرنت دراج جروبس اوف انتي كواجولانت، عرفنا الديفرنت جروبس بتاعت الانتي كواجولانت. ايدنتيفاي كاينتيك اند دايناميك بروبرتيز للهيبارين، وخدنا الهيبارين اكتر واحد بالتفصيل.
recognized clinical application of heparin، عرفنا استخداماته. explain and memorize adverse effect of heparin and how to deal with effect the adverse effect، ازاي اتعامل معاها. define the safe therapeutic range and avoid drug toxicity، ان انا اقدر اقيسه بالبي تي تي، كل هذه المجموعه اقيسها بالبي تي تي واتاكد ان الليفل بتاعه في السيركيليشن مظبوط ولا لا. distinguish advantage and disadvantage of each type، عرفنا امتى استخدمه وامتى ما استخدموش، ايه المميزات بتاعتهم. recognize the suitable route of administration، قلنا تقريبا هذه المجموعه كلها، كل اللي اتكلمنا عنهم في المحاضره دي كلهم parenteral، كلهم بيتاخدوا بالانجكشن ما عدا واحد بس اللي هو الريفاروكسيبان زاليرتو تبع مجموعه الاندايركت اكتنج انتي فاكتور 10، هو الوحيد اللي اورال في هذه المجموعه. دي الريفرنس اللي احنا بنشتغل منها. big thank you، اتمنى ان المحاضره ان شاء الله تكون نفعتكم، وبالتوفيق باذن الله، ونتقابل ان شاء الله يا رب على خير بعد ما ربنا يرفع الازمه دي عن مصر كلها واحنا كلنا بألف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.